هو ترجمة لفقرة جمال وكلام من خيال. الأهلي آخر نادي ممكن حد يزايد معاه في الدور الإنساني في رعايته للاعبيه وأبنائه، والتفاصيل كتيرة جدا. هو ما بيمنش على حد بكده، لا، هو ده الدور الإنساني المطلوب. هو احنا للاعبين اللي فاتت كتر دي جدا. ايه الخبر اللي كنا بنحتفي بيه؟ مش الجمعية اللي هي اللي قلنا ليها دور مجتمعي والنادي الاهلي بالظبط، الدور الخيري. فما بالك مع لعيبه مثلت النادي الاهلي واسعدت جمهور النادي الاهلي وساهمت في بطولات للنادي الاهلي. كابتن جمال عبد الحميد كان واحدا من هؤلاء. لما اصيب النادي الاهلي عالجه على مدار سنه، واحنا عرضنا قبل كده التفاصيل الكامله للقصه. لكن الكابتن جمال على ذكر برضو ازاي الراي الفني بيتاثر بالانطباع الشخصي، مع انه ده راي فني. يعني اما تيجي تقول لي الاستحواذ ده ستوب ووتش، ساعه بتقدر تحسب لكل طرف استحوذ على الكوره قد ايه. فلما يكون في مباراه الاهلي الرقم بس، الاهلي استحوذ 63% مقابل 37% لسان داونز، محسوبه بالتمرير. رقم لا يمكن حد يقدر يفاصل فيه ولا يغلط فيه. بس الكابتن جمال كان له راي تاني نشوفه. سوبر مصري، بتكلم على الزمالك، شفت ده ازاي في اسبوع؟ ان كارتيرون لعب المباراه احسن من فايلر. فايلر ما احترمش نادي الزمالك. فايلر قال يعني سوري، يعني انا معلش انا اتكلم بصراحه، يعني علشان انا ما عنديش ضغينه لحد ولا بحب احابل حد، انا بتكلم بصراحه. كل الفرق اللي لعبت الاهلي اتغلبت 15 مباراه دي كلهم كانوا بيطلعوا يقولوا ايه، انا كان نفسي اتغلب واحد بس او اثنين. يعني نازل لاعب الاهلي بيتغلب اثنين او واحد يبقى سعيد، ويفضل طول الاسبوع معاك على التليفون، وانا النهارده بس انت عملت ماتش كويس يا كابتن، اتغلبت واحد بس، اتغلبت اثنين بس. صح ولا غلط؟ فهو تعامل مع الزمالك انه هيكون ضمن هؤلاء الفرق، ضمن الناس الفرق. لان احنا لو شفنا كل ماتشات الاهلي في الدوري العام المصري هتلاقي خمسه سته جوه ال 18، علي معلول بيلعب بالعرض او محمد هاني، خمسه واحد من خمسه او من سته بيجيبها جول، ففي سته بيهاجموا على الفرق الصغيره. بس الاهلي ضيع اكتر من فرصه في ماتش الزمالك. انا هقول لك، طلع لي فرصه واحده غير بتاعت اشاهير، فرصه واحده بس، طلع لي واحده ثانيه. يعني اقصد ان الاهلي وصل لمرحله الزمالك. ده الخبراء الجمال اللي هم اصلا ما لعبوش كوره بس بيحللوا. بيقول لك كده، الفرصه اللي الجول ينقذها او تيجي في القائم العارضه، دي الفرصه. هو استحوذ انما ما قدرش يخش بالكثافه العدديه. تكبر على الزمالك. ايوه. ما قدرش يخش بالكثافه العدديه جوه ال 18 بتاع الزمالك زي الفرق اللي بيلعبها في الدوري. فعشان كده ما قدرش يجيب جول. يقول لك الاهلي لعب احسن من الزمالك، ما جابش جول ليه؟ الاهلي استحوذ 90%، ما جابش جول ليه؟ وادي دجله احسن نادي في الدنيا بيستحوذ، بينافس على الهبوط. امبارح سان داونز استحوذ على النادي الاهلي استحواذ ما بعده كده وخسر. سان داونز استحوذ على الاهلي؟ لا، استحوذ، قاعد يستحوذ الكوره. كابتن استحوذ ايه؟ سان داونز استحوذ على الاهلي امبارح، قاعد يلعب الكوره في نص ملعبه استحواذ، والاهلي اللي كسب الماتش. خلصان اكتر من 60% استحواذ للاهلي. الاستحواذ مش هو الكوره يعني. مظبوط. المكسب هو الكوره. تكسب بطولات. بتقول دلوقتي الاهلي واخد 41 بطوله. خدهم بالاستحواذ ولا بطوله اتحسبت له؟ بطوله. قول لي كم بطوله مره استحوذ فيها النادي الاهلي؟ لا، ما تقدرش تفتكر. انما الكوره بقت مكسب ولا لقيتش استحواذ. ففايلر حب يستحوذ على نادي الزمالك عشان يقدر يكسبه زي فرق الدوري. الكوره مش استحواذ، الكوره مكسب. الكوره لا، هو في الاول الاهلي ما استحوذش. ما هم انا جاي لك في الكلام. لكن الزمالك كان افضل، لان الاهلي ما راحش غير بفرصه. وده طبعا يعني يا ريتنا جبنا لهم الاحصائيات بتاعت المباراه، اللي مش في ذهننا نخش في الامور دي، لان احنا ما زلنا بنقول مش عايزين الموضوع، مش تحفيل او نطلع بعض صح وغلط. لكن فكره تيجي على حاجه واضحه، سان داونز كان مستحوذ، يقول يعني ايه مستحوذ؟ يقول له بيستحوذ بالكوره، بيستحوذ بالكوره. يقول له ده 60% ولا حاجه، 60%. يقول له بس مستحوذ يا كابتن جمال. ايوه كويس، بس مش استحواذ. طيب دلوقتي ده استحواذ ونتيجه، قول كده، ومحاوله وخطوره. قول 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 ده الاستحواذ الايجابي. قول يعني عايز تدعم نفسك، قول بخلاف ماتش سان داونز مثلا اللي الاهلي كان مستحوذ لكن وصل للمرمى. طيب ما علينا، علشان الموضوع له علاقه بالحته الانسانيه اللي المهندس عدلي اشار ليها واللي الكابتن احمد مجدي نبهنا ليها. كابتن جمال عبد الحميد مع الزميل عمر ربيع ياسين
سألوا عن سبب مشيانه من الأهلي. رقم واحد. طيب رقم واحد بيقول سر. لا طبعا يعني. لا طبعا. لا طبعا. لا طبعا لا، سارة في كازينو بالزمالك مع محمد عباس ورا رايحين. لا طبعا. غلط. غلط ليه بقى؟ لأن أصل كابتن يعني محمد عباس اتكلم وقال. علشان كده احنا بنسأل حضرتك. محمد عباس ما كانش في وعي وهو بيتكلم. لأن محمد عباس احنا قعدنا مع بعض سنتين كاملين بنلعب في النادي الأهلي وبنسهر مع بعض وكل حاجة. يعني طول بقى لنا قعدنا سنتين مع بعض بنسهر وبنروح وبنيجي وبنلعب ونكسب النادي الأهلي رايح جاي. هو أول ما اتصبت النادي الأهلي عارف إن أنا هقعد سنة مش هلعب، طردني. صح. مشاني مش سهرة. هو مشاني عشان أنا قالوا هقعد سنة. دكتور مصطفى شراوي اللي قال لي الله يرحمه قال لي النادي الأهلي المسؤولين استفسروا هيقعد قد إيه؟ قالوا قال لهم سنة. قالوا يبقى مع السلامة بقى على طول مشوني. ثانية. طب أنا كنت يعني قريب من الكابتن الجوهري رحمة الله عليه. هو مشي في وقت الكابتن الجوهري. أيوة. هو ومحمد عباس. أيوة. والمشكله بتاعت الكابتن الجوهري مع الكابتن هاني مصطفى كان سببها الاثنين دول بدايتها. لا كانت ما سببها ان هو لما جه يروح المانيا في المعسكر استبعد الاثنين دول. فانا رحت بكلمه كان بيني وبينه تملي حوارات يشهد الله على كل كلمه بقولها يعني. فيعني يا كابتن قال لي لا ما هو في انت قاعد لي دلوقتي معاك قفص تفاح مش هتحط لهم حاجه تبوظ القفص ده يا كابتن. بس دي لعيبه تقيله ومش عارف ايه. وكابتن جمال قال لي مش عايز يتعالج كل الدكاتره او مش عايز ما فيش حد مش عايز يتعالج مش ملتزم في علاجه بدل ما يقعد له 3 4 اشهر بطريقته دي ولا بعد سنه هيرجع. هو ما عندوش إرادة إنه يرجع. كان كلام الكابتن الجوهري معناه كده. صحيح. مش باللفظ. لكن طيب. أنا جاي لك بقى هتقولي علاقتهم إيه بالأزمة. لما راح المعسكر شعر إن المعسكر ينقصه وهو راجع هيلعب زمالك في دور الثمانية. شعر إن المعسكر ربما يحتاج إن يرجع أو عايز يرجع في رأيه في اللعيبة اللي أقنع المجلس إن هم يمشوا. فكابتن هاني مصطفى ربنا يديه الصحة ما وافقش وكانت الأزمة وبداية المشكلة. طيب كابتن جوهري توفاه الله، لكن فكرة أن يتهم الأهلي في إنسانيته لا طبعا وبعكس ما يفعل هي دي المشكلة وهي دي المسؤولية الأخلاقية على الأقل عندنا. أنه لما كيان كبير وعظيم في تاريخه بحجم النادي الأهلي وتراثه الأخلاقي والإنساني اللي محتاج حلقات عشان نتكلم فيها يتهم في أنه رمى لاعب لأنه أصيب ويرجع اللاعب مع كل الاحترام والقيمة له لأنه جمال عبد الحميد لاعب كبير وعمل تاريخ كبير جدا سواء هو في الأهلي أو لما راح الزمالك. لكن لما يقول دلوقتي أنه الأهلي مشاني عشان أنا مصاب ويستدل بكلام الكابتن محمد عباس يبقى لازم نسمع الكابتن محمد عباس. وده للجيل الجديد. عباس واحد من اللعيبة الفلاتات الكبيرة اللي ظهر في نهاية السبعينات كان لاعب مؤهل انه يذهب بعيدا بجد لكن انحرافه السلوكي حال دون انه هو يكمل المشوار وبطل سنه 24 سنة تقريبا. كابتن محمد عباس سئل عن حكاية جمال عبد الحميد قالها بكل صراحة. الخطيب في حادثة وما يعرفهاش لغاية دلوقتي. احنا كان بيجي ماتشات الاهلي والزمالك كل لعيب من اللعيبه الكبار ياخدوا 2 يبيتهم معاه. كان لسه خطيب ما اتجوزش. فخدنا انا وجمال عبد الحميد نبات معاكم نبات عند الخطيب. في البيت عنده؟ اه في البيت عنده. بيطلع من هناك من البيت على النادي. كان قاعد فين؟ في الدقي هو؟ كان قاعد في العجوزه. العجوزه. جمال عبد الحميد خرج. وسبب بقى جمال عبد الحميد من النادي الاهلي مشاه وصوروه. راح سير يعني اليوم ده خرج وده اليوم اللي اتصور فيه. خرج ورجع وجه الصبح طبعا. الخطيب ما حسش بيه. الخطيب كان نايم طبعا. بس كانت وصلت المعلومه للنادي للكابتن حسن. ليه؟ كان جمال كان من ضمن الاساسيين بتوعنا بالظبط. كان الفتره دي كان بيلعب اساسي. ونبص لقينا جمال عبد الحميد مش موجود في الفرقه خالص. مش عارفين السبب.
هي دي بقى انا الوحيد اللي عارف السبب بس ما رضيتش اتكلم فيه. طب الخطيب ماله بالقصه دي كده؟ الخطيب معلش كنا نايمين عنده. يعني هو رجلي جت في رجلي ما جاتش، ده هو نفسه ما عرفش كان جمال نزل ورجع. ما احنا قاعدين بقى نايمين الساعه 9 بالظبط، جمال خرج حوالي الساعه 11 12 بالليل، كان الخطيب نام خد سهرته ورجع على اساس هو ما نزلش. هي سهره حمراء. اه بتقضي ليله حمراء في النايت كلاب ولا بتقعد في البيت؟ تصرف في النايت كلاب لازم يكون ليك مكان خاص بيك، خاص في اوضه جوه وبتاع الكلام ده كله، خليكم اوضكم هناك. لا مش في النايت كلاب، لان الشقه عندك شقه. أنا عنده هو شقه. شقته كانت فين بقى؟ جمال قعد في كان واخد شقه في العجوزه وكان واخد شقه في المعادي. يعني طبعا هو كمان قال حاجات يمكن دي بتفسر دلوقتي ليه الجمله اللي قالها لي الكابتن الجوهري قفز التفاح والتفاح والكلام ده، ان هو انما علمه انه هو مش واخد الامور بالشكل الصح، فلما اتعور كمان متعسر في انتظامه في التدريب. والجميل او المدهش في هذا الامر ان الكابتن جمال كررها اكتر من مره، الاهلي رماني والزمالك لمني وابويا الروحي الكابتن الجوهري. ما هو الجوهري انت مشيت في وقت الجوهري وابوك الروحي هو اللي رجع بعد كده يعني ضمه للمنتخب. يعني مش فاهم. لا هو لا كان الكابتن جوهري لما راح الزمالك ايوه كان جمال بطل خلاص. ايوه ما انا فاهم. لا انما خدوا للمنتخب. ايوه سيدي انا فاهم. الكابتن الجوهري خدوا المنتخب من الزمالك. ايوه طبعا. يعني هو انت يعني بس ممكن جدا الكابتن الجوهري، وده لانه رجع نفسه. خلي بالك الكابتن الجوهري انا قلت لك الأزمة بدأت في ألمانيا لأنه كان عايز يراجع نفسه في الاستبعادات دي، فلما جمال رجع الملعب لقاه بقى قدامه لقاه كويس ما يقدرش يتجاهل أنه ياخده يعني. صحيح. طيب فترة الزمالك هل كانت فعلا بهذا الشكل ولا كانت عاملة زي مع كابتن جمال؟ اتكلم عنها الكابتن محمود أبو رجيلة وقت ما كان مدرب للزمالك في جمال عبد الحميد معاه كلاعب. كلم الكابتن أبو رجيلة للكابتن أحمد شوبير قبل كده في صدى البلد، فيها كلام يفسر ما قيل. احنا في يوم بنتمرن جوه الملعب حاجتين هحكي لك عليهم. وفجأة لقينا جمال عبد الحميد مش وسطينا. وفي 15,000 20,000 قاعدين في المدرج فوق. بيخبطوا فين جمال فين جمال، فطلع كده في الميسن جمال عبد الحميد مع مش عارف كان في حاجه كده كتبت مش فاكر اسمها. قعدنا ندور عليه، رحت انا والكابتن احمد رفعت وفاروق السيد ولمينا فرقتنا كلنا في عربيه ورحنا نشوفه فين، لقيناه في اسم عابدين قاعد مع مأمور الاسم. المهم خلصنا مع المأمور وخدت انا والكابتن احمد رفعت بقى عشان نروحه. فقال لا انا هجيب اكل واوديها لفلانه. نعم يا عم احنا لسه فله يا عم احنا لسه راح حاطط ايدي في ايدي كابتن احمد، احنا الثلاثه حلف بربنا ان من النهارده ان انا هبقى في بني ادم تاني خالص. تصوم تصلي تزكي تعمل. قال لي من بكره احنا كنا بنروح التمرين مثلا التمرين الساعه 5 نروح 4 او 3 ونص. احنا اوضتنا جنب منهم. هم جايبين كده بوردمان حديد وكانوا بيلعبوا فولي بالهيدز بالدماغ. فولي بالهيدز. فجاه لقينا الله اكبر الله اكبر الله اكبر صلاه العصر. كويس. دخلت انا والكابتن احمد رفعت دخلنا اوضه اللعيبه كبيره عشان نصلي. اللي فندي اللي اسمه جمال عبد الحميد راح رايح متوضي وجاب بشكير زي بتوع الحج. نعم. وراح مكلفت نفسه. وراح جاي امام. لسه بنقول بسم الله. امام هو انت فاكر دي راس حربه؟ يعني هو دي بقى اللي يقصده، ان الموقف ده لما الاهلي يعرف ان في لعيب بيسهر وبيعمل بيبقى في صرامه في مواجهه عدم الالتزام، الزمالك ممكن يكون بيتغاضى شويه عن المساله دي. وده اللي كان يقصده احمد مجدي. فده ما انا بقول لك. فهو اللعيب ما بقولش نهين الصح. ايوه.
ممكن يبقى برضو في وجهة نظر تقول لك طب ما الزمالك بيتعامل انه ياخد الافضل من اللعيب ويقومه لدرجة انه بقى امام بيصلي بيهم، فاهم ازاي؟ انا مش بقول ايه الصح، انما دي مدرسة احتراف والتزام. ها وان ما ينفعش تفوت الصغيرة عشان ما توصلش للكبيرة، لان دي بتبقى نموذج. وده جوهري في الاهلي خد القرار بناء على الثقافة دي، لما ساب الاهلي وراح المنتخب خد القرار وضم كابتن جمال عشان الثقافة دي التانية، انك انت ممكن تفوت بعض العيوب بس ايه وانت ماشي بتصلح على قدر الامكان. مسألة انهين صح ما اقدرش اقول لك غير ان دي ثقافه ودي ثقافه. طب رايك في تاثر راي المحللين بمواقفهم الشخصيه، لانه بتبقى واضحه وظاهره لدرجه لا كابتن جمال متمادي شويه في فكره انه عايز يعني يلقي عن نفسه تهمه التقصير وهو في النادي الاهلي. فتملي يقول لك الاهلي خدني لحم ورماني عظم، هي كان يتمنى انك ترجع وترجع بدليل انك رجعت والاهلي عارف انك بطلت، انا عارف انك مش هتبطل، بس المنهج اللي انت ماشي بيه ده ما ينفعش في النادي الاهلي. والامثله كثيره مش دي بس. الـ يعني حتى نظام الاهلي خانق شويه في ايه، في الصح والغلط. طيب انت مش قادر على ده هتجهز سعادتك براه، انت بحابب ده هتتالق وتعمل مجد ما حدش هيعمله من خلال المناخ ده، ومن خلال ان دي نوعيه اللعيبه اللي هتحتك بيها، اللعيبه الملتزمه المنضبطه اللي بتحب بعض، اللي بتسمع الكلام، اللي يعني معيار التعامل واحد، اللي ده عندك وده عندك واختار اللي يعجبك. لكن تاثر التحليل بالراي الشخصي دي مساله طبعا بتوصل لدرجه حتى البطولات، يعني كابتن جمال حميد قبل كده انت يعني يا كابتن جمال انت ممكن تقول مناخ الزمالك ناسبني اكتر واداني فرصه ان انا عنده دوافع بقى اطلع يعني خلاص مقبوله صحيح حر، انما بقى تسقط على النادي الاهلي بتهمه قاسيه ان هو بطلك عشان انت مش هترجع. يا راجل ده انت لو انت هتاخد سنه بس بتعمل اللي عليك هيقف جنبك لسبب، هيعرف يجيب لعيب زيك لو رجعت لحالتك ازاي. فهي مش كده، هي مش كده احساسهم ان ما عندكش الالتزام انك ترجع، مش عامل اللي عليك من الاخر. اعمل اللي عليك والنادي هيتحملك بس.